تعالي ماهي، تفضلي، ما تخجلي. يلا خدي راحتك. لازم نكون صريحين ومريحين، لا تضلي هيك، عدي براحتك واسترخي. مرتاحة بقعدتي هون. بس شكلك مو هيك. يلا استرخي. اليوم رح نفتح قلوبنا ونتعرف على بعض. شبك؟ أنا بأكد لك إنك رح تنجحي. لازم تركزي منيح وتفهمي شو تعملي بالضبط، لا تضلي متوترة وقلقانة. أنت رح تكسبي التحدي، إيه؟ اطمني، لأنه ما في طريقة سهلة للنجاح أبدا. تعرفي شو؟ النجاح بده تضحيات كتير. بدياكي تروقي شوي، لأنه ما لازم تتوتري كل هالقد. من اليوم أنت رح تصيري حدا مشهور كتير، وما لازم تضيعي الفرصة من إيدك. بعرف أنك مختلفة كتير من أول مرة شفتك فيها، كتير مميزة، أنت كتير حلوة بصراحة. بحب قلك انتي رح تكوني الممثلة الأساسية لشركتي عن قريب، بس نحن قبل ما ناخد أي قرار بدي اياكي تعرفي رح تستفيدي من شركتي. بالنسبة لإلي انتي صفقة كتير مهمة، وأنا متأكد أنها رح تكسب. لهيك أنا حابب أعرفك كتير منيح، لهيك نحن لازم نعطي حالنا فرصة لنعرف بعض أكتر. لهيك ماهي، أنا رح كون صريح، أنا كتير حضاري وما بدي أعمل أي شي غلط معك، بس إذا أنت بدك مساعدة لازم يكون في شي بالمقابل. بقى قولي شو بدك، النجاح والمال صح؟ بس ما عرفتي شو تمن نجاحك؟ لسه ما فهمتي؟ قولي ماهي شو بدك؟ قرار صحيح، بنت ذكية. بصراحة أنا كنت متوقع هذا الجواب. أنا ما خاب ظني فيكي أبداً، ورح تكوني مبسوطة. عادي ما بتأخر. ليكي كيف عم يطلع عليكي؟ هو عم يحاول يستغلك. سواتي، أنا وراج ما عم يرد على تليفوناتي. أمي وماهي ما عم ترد علي، شو نعمل؟ يلا نلحقهم. ليكي يا ماما، نحن لو بدنا. سواتي. نعم أستاذ. أنتوا شو عم تعملوا هون؟ طلعوا، أنا جبت معي شوية فطاير. شو صاير؟ ولا شي، أعطيني أنا. لا، ليلي شو في أول؟ سيد شارما، أستاذ ماهي. أمي ماهي؟ هي شو صاير معها؟ ما بعرف، شو إذا
أنا راج معه حق، وصار يلي قاله ما هي رح تكون واقعة بمشكلة هلأ. أنا مو قادرة أتصل بأنا وراج ولا حتى بماهي. يعني هذا الشيء كله صاير من ورا ظهري؟ أنتوا التنتين وثقتوا بأنوراج أكتر مني، ما هيك صح؟ خبرتي وين ماهي؟ هلأ رح يروح لهنيك ويعمل لهم مشكلة. حلو أستاذ. يا أستاذ الموضوع بخص ماهي، شو المشكلة إذا حكينا معه شوي؟ أستاذ طيب احكي معهم حتى نسمع صوتها شوي. ماشي، بس كرمال راضيكم رح أتصل بشوية لانا وبسألها. ألو. مدام شويتلانا، أنا بعتذر منك بس ما هي منيحة؟ اللي أنت شو قصدك؟ ما هي مو بنت صغيرة وفيها تنتبه على حالها، لا تكون من الرجال يلي بفكروا إنه النسوان لازم يضلوا تحت الوصاية تبعهم. ما هي سهرانة مع ناس محترمين هلأ. لا تقلقوا. أعطيني. ألو ألو يا مدام، أنا كون أما لماهي. أنت بتعرفي إنه أنا وراج إجا اليوم على البيت وقالنا إنه مدير هالشركة واحد ما له منيح أبداً، مشان هيك أنا قلقانة. يعني بالنهاية ماهي بتضل بنت صح؟ اسمعي، هي مشكلة الناس يلي من الطبقة الوسطى، لازم الناس يطلعوا من البيت ليشتغلوا وليشوفوا ناس جداد كمان ويكونوا ارتباطات. وثقي فيني ما هي منيحة هلأ، وعم تقابل ناس عندهم نفوذ كبير، وليكي مستقبل ما هي المهني رح يضيع من ورا هي التصرفات. لا لا ما بدنا هيك، بس نحنا رح نجي لعندكن هلأ، ما رح نفوت لجوا، بوعدك رح نقعد برا وننتظر ماهي. ماشي، انتو فيكن تجوا لهون وتنتظروها، بس ماهي بالحفلة هلأ. إذا أجيتوا لهون ماهي رح تطلع لبرا، وإذا شافتكن أكيد رح تروح عليها فرصة مقابلة الناس المهمين. القرار لإلكن. أعطيني المدرب، قصدي أعطيني سيد شارما. ايه مدام انا اسف، كنت مفكر اذا حكيت معك بترتاح، هيك فكرت. مو معقول قديش هالناس مملة. ارتحتي هلا؟ طمنتي؟ ما هي منيحه،